خليني اروح بقى لمنطقة تانية وهي منطقة مباريات الزمالك. بتتعامل مع مثل هذه المباريات ازاي؟ الزمالك زيه زي اي فريق ولا بيبقى فيه تفكير مختلف بما انه هو ديربي الوطن العربي وديربي مصر بالنسبة لك؟ One journalist in South Africa. في سحب من جنوب افريقيا سالني Have you got something against Zamalek? في حاجة تجاه الزمالك، حاجة عندك ضد الزمالك، تجاه الزمالك؟ When was it Mamelodi Sundowns? لما كنت مع Mamelodi Sundowns. We played Zamalek four times. لعبت مع الزمالك أربع مرات. And we win all the time. وكسبت على طول، بتكسب دايما قدام الزمالك. وكسبت بطولة أفريقيا منهم. And we came to Ali and I played them I think three times. ولا مع الأهلي لعبت معاهم ثلاث مرات. Okay, we won the first time. كسبنا أول مرة. And the second time. وتاني مرة. And the special one, of course, was the Champions League. وطبعا أهم واحدة كانت خاصة جدا بتاعت لقب الأبطال الأفريقية. The derby of the century. يمكن ده كان ديربي، ديربي القرن. قمة القرن، مباراة القرن. Last time we thought we won. وأعتقد الماتش الأخير كان المفروض نكسب، وأعتقد إن إحنا ممكن نكسب. هم تعادلوا معانا. إحنا سجلنا الأول، هم اللي تعادلوا معانا. But what a big team also. بس برضه فرقة كبيرة. I have respect for them. أنا بكلمهم بكل احترام نادي الزمالك. They are very difficult to play against. وفي لعيبة كبيرة، لعيبة صعب تلعب قدامها. Especially Shikabala. خاصة شيكابالا. Every time I play against Shikabala. دايما أي مرة بلعب قدام شيكابالا بقى عندي شعور باحترام لي. أنا بقول الحمد لله إن ما خسرتش قدام الزمالك. وأتمنى يفضل كده على طول. But we have a special way of playing against them. لكن عندنا بقى في طريقة خاصة، لعبة خاصة بنلعب قدامهم. أعتقد عندهم فرصة يكسبونا، كانوا يكسبونا. لما لعبنا آخر مباراة كان عندهم فرصة إنهم يهزمونا. When we didn't have all the players. لأن ما كانش عندنا الماتش، كان فيه ما كانش فيه كل اللعيبة جاهزين. Not the last match. كان لا مش الماتش الأخير اللي قبله، كان عندنا غيابات كتير. لكن كسبنا المباراة برضه بالرغم من الغيابات اللي عندنا. I don't know. ما مش عارف. A very strong team. لكن فرقة قوية جدا. فرقة قوية وفرقة كبيرة، ولكن في نفس الوقت مباريات الأهلي والزمالك بتبقى بالنسبة لجمهور النادي الأهلي مختلفة. Of course. أكيد. And that's why. ولذلك. In my space we haven't lost to them. في مساحتي المفروض ما أتمنى يا رب فترة شغلي معاهم ما أخسرش منهم أبدا. شغلي مع الأهلي ما أخسرش من الزمالك أبدا. لعبنا معاهم النهائي ولعبنا معاهم في الدوري. Even Captain Khatib asked me. حتى كابتن خطيب سألني. Do you know the results of Ali and Zamalek in the last year? أنت عارف السنة اللي فاتت الأهلي والزمالك النتيجة كانت إيه؟ فقلت له أنا عارف. We lost 3-0 3-1. آخر مباراة لينا معاهم قبل ما ناجي خسرنا 3-1. وكان في ضربات جزاء، واعتقد لعبنا معاهم في السوبر اللي خسرناه كان بضربات جزاء، اعتقد مرتين لعبنا معاهم ضربات جزاء. قلت له بس انا الحمد لله وقت ما جيت كل حاجه اتغيرت.